عن عام 2030. أين سنرى الجامعة السعودية الإلكترونية في ذلك العام الذي يرمز لحصاد الرؤية؟ في عبارة لسيدي خادم الحرمين الشريفين ذكر فيها هدف الأول بأن تكون بلادنا نموذجا ناجحا ورائدا على مستوى العالم في كافة الأصعدة. وإحنا اليوم طموح الجامعة السعودية الإلكترونية بإذن الله يواكب طموح قيادة الدولة، فنرى الجامعة السعودية في 2030 كجامعة كنموذج عالمي للجامعات الرائدة في صناعة مستقبل التعليم العالي. طيب باختصار دكتورة، معي دقيقة قول فيها اللي تبين، لكن لو سألتك اليوم وش اللي ينقص الجامعة السعودية الإلكترونية؟ اليوم الحمد لله في ظل الدعم الذي نلقاه نتوقع أنه نلقى جميعا كل الدعم. أعضاء هيئة التدريس اللي موجودين ومنسوبي الجامعة يعملون بلا كلل ولا ملل لتحقيق رؤية الجامعة، في تعاون كبير من قبل طلابنا وطالباتنا، حققنا العديد من الإنجازات. إذا كان ينقصنا شيء فهو ينقصنا الوقت. الخطط التطويرية تحتاج إلى وقت حتى تثمر، فيمكن هذا هو الشيء الوحيد اللي ينقصنا. طيب دكتورة، كلمة أخيرة توجهينها لطلاب وطالبات الجامعة؟ مستبشرين جدا بالتحول اللي نشهده في قطاع التعليم العالي، ونحن على يقين بإذن الله بأن مستقبل التعليم العالي سيكون على قدر طموح وقدرات أبناء وبنات الجامعة السعودية الإلكترونية.